السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما جديد في القناة. الاتصالات تنفي وجود ضعف في خدمة الإنترنت. نفت وزارة الاتصالات وجود ضعف في خدمة الإنترنت اليوم في عموم العراق، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني إن الكوادر الهندسية والفنية التابعة للوزارة متواجدة في كل المراكز، مشيرا إلى أن الخلل الذي حصل في بعض المحافظات هو خلل في الأجهزة التابعة لمفوضية الانتخابات وليس في الإنترنت. وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت اليوم تواصلها مع جميع مراكز الاقتراع، فيما أشارت إلى أن هنالك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز لمعالجة أي خلل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي إن مفوضية الانتخابات تتواصل مع جميع مراكز الاقتراع من خلال اللجان الفنية الموجودة في كل مراكز التسجيل التي تتفرع منها مراكز الاقتراع، مبينة أن هذه اللجان مكونة من موظفين فنيين مختصين مع موظفين من وزارة العلوم والتكنولوجيا وموظفين من وزارة الاتصالات لمعالجة أي ظرف طارئ قد يحدث خلال المراكز والمحطات. وأضافت أن المفوضية شكلت لجنة عددها ما يقارب 100 موظف يتواصلون مباشرة مع كل مراكز الاقتراع لتسهيل كل الأمور والاحتياجات والإجابة على أي أسئلة، مشيرة إلى أن المفوضية تتجاوز أي خلل قد يحدث لوجود هذه اللجان الفنية سواء في المكتب الوطني أم في مكاتب المحافظات الانتخابية. الاتصالات وقعنا 3 مشاريع عملاقة لتحسين واقع الانترنت في العراق. أكدت وزارة الاتصالات أنها وقعت 3 مشاريع عملاقة لتحسين واقع خدمة الانترنت في العراق، فيما أشارت إلى أنها قادرة على توفير البنى التحتية والكوادر في حال إطلاق الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال. وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني أن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية تواصل عملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر تنفيذ مشاريع وطنية عراقية 3، هي مشروع الفايبر تو هوم في بغداد، وأيضا الـ FTH الكيبل الضوئي، والمشروع الوطني للاتصالات والذي بدأ في منطقة الزيونة في العاصمة بغداد. وأضاف أن الشركة تسعى لتطوير عملها وبناء البنى التحتية من الكوادر الهندسية والفنية، وبين فترة وأخرى تجري إضافة استحداثات لتوفير أفضل الخدمات من حيث الاتصال الأرضي والبث والإرسال وأيضا خدمة الإنترنت. وتابع أن هذه المشاريع تندرج ضمن 3 مشاريع عملاقة وقعتها الوزارة، وهي جادة في عملها لتحسين واقع خدمات الإنترنت. وحول مصير مشروع تأسيس شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال، أكد المشهداني أن موضوع الرخصة الرابعة لإضافة هذه الشركة ليس من اختصاص الوزارة، وإن كانت هنالك نوايا لتنفيذه فوزارة الاتصالات تملك الإمكانيات ككوادر وبنى تحتية ومستعدة لأي استضافات جديدة على شبكتها المتوفرة في الوقت الحاضر. وفي وقت سابق أكدت وزارة الاتصالات أنها جاهزة من أجل توفير خدمات أسرع للمواطنين عبر الكابل الضوئي والاتصالات الخلوية عبر الرخصة الرابعة في حال الإقرار.